الموضوع الثاني اللي معانا اللي هو القرار إيقاف الوكلاء والتحول إلى الوسطاء. أنا والله ماني فاهم الموضوع بصراحة، وعشان كذا قلنا بنفتح هذا الموضوع الليلة وبنسأل أهل الاختصاص أو أهل المجال ينورونا شوي ونستفيد من المعلومات اللي عندهم حول هذا الموضوع. معنا على الهاتف وكيل أعمال اللاعبين الأستاذ تركي الدهام. مساء الخير أستاذ تركي. أمسك الله بالنور أستاذ تركي، حياك الله. أهلا وسهلا، معليش نزعجك كذا في التالي الليل، احنا حقين الكوره تالي الليل، كل شغلنا في الليل. استاذ تركي حبيبي، نبغى نسال يعني اليوم احنا شفنا هالقرار انه ما في وكلاء بس في وسطاء، بصراحه ما احنا فاهمين، يعني اذا عندك انت معلومات تنور فيها المشاهد والمتابع عشان نفهم التركيبه كيف ان شاء الله. هو طبعا اول كان في نظام وكلاء اللاعبين للاتحاد الدولي، كان المرجعيه في الاختبار واعتماد الوكلاء في اختبار من الاتحاد الدولي وما له علاقه بالاتحادات المحليه، سوى انها تاخذ اختبار في الاتحاد الدولي، وحتى لهم صفه قانونيه يعني في اللجنه القانونيه في لجنه صوت المنازعات، مو يعني لهم صفه قانونيه في اتجاه اللجان الدوليه. الان وجهوها، الان وضعوا غير المسمى الى وسيط. طبعا التعريف نفسه، تعريف المهام نفسه، التفاوض عن في انتقال لاعب او في التفاوض عن اللاعب في عقد جديد، فتعريف نفسه، لكن صار من صلاحيات الاتحاد المحلي بالكامل تحديد الشروط وتحديد الاتعاب الوسيط. طبعا الاتحاد الدولي نصح انها تكون 3%، بعض الاتحادات الاوروبيه مثل الاتحاد الانجليزي تركها مفتوحه الاتفاق بين الوكيل بين الوسيط واللاعب. بينما الاتحاد السعودي الان في المسوده اللي صدرت ما بعد اعتمدت حطوها 3% حد اقصى. اوكي، وهذا يتوافق ويتناغم مع توصيه الاتحاد الدولي. بالنسبه للاتعاب المبلغ متوافق مع الاتحاد الدولي، ما في اي مخالفات. طيب، لكن هم المخالفات في نظام الاحتراف، هو اللي النقاط عليه، هي اللي كانت عليه نقاط كثيره بالنسبه لنظام الاحتراف الجديد. طيب ايش الفرق؟ انا ما فهمت صراحه، يعني اليوم انا وكيل ولا وسيط، ايش الفرق يعني؟ انا بالنسبه انا يوم طلعت على الاتحاد الدولي، طبعا صدر في شهر 6/2014 خلال كاس العالم في الكونغرس الفيفا 2014. التعريف نفسه هو بس ترك الشروط والعقوبات وال الاتعاب وتحديدهم مده الرخصه مده العقود، تركها بالكامل، يعني نقل الصلاحيات بالكامل للاتحاد المحلي. طبعا الاتحادات المحليه كثير منها قدمت شكوى رسميه. اتكلم عن الاتحادات الاوروبيه، طبعا الاتحادات العربيه ما فيها اي تحرك. تركي معلش ممكن تكون معي بس نخليك معنا شوي على الخط، مضطر اطلع فاصل وبعد الفاصل ارجع. فاصل قصير بعد. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه، نرحب بمستمعي روتانا في المملكه العربيه السعوديه. لا زال الحديث يتواصل مع الاستاذ تركي الدهام. استاذ تركي معلش قطعتك انا، بس الى الان كل المشاهدين والمتابعين ما وصلوا الى الفرق، ايش الفرق؟ يعني انا الى الان ما حسيت انه في فرق بين الوكيل والوسيط، اللهم ان النسبه كانت 10% صارت 3%، بس لا هي طبعا في السابق كان وكيل اللاعبين مرجعيه الفيفا. طيب، هو اللي يقرر ان الشخص يكون وكيل او لا عبر اختبار يقدم مرتين في السنه. الان الغى هذا المسمى وسماه وسيط، وبنفس الوصف الوظيفي تقريبا لوكيل اللاعبين، لكن اعطى الصلاحيه الكامله للاتحادات المحليه في وضع شروطها، تضع اختبار، تضع مقابله شخصيه، تضع، فهي القرار في يد الاتحادات المحليه بالكامل. احد الاسباب الرئيسيه في الدراسه اللي قدمت للكونغرس ان الظاهر ان احنا تعبناهم شوي في القضايا كوكلاء لاعبين في العالم، لان عدد الوكلاء فوق 6000 وكيل في العالم. اي، فاتعبتهم كثير عدد القضايا والاختبارات، وخصوصا ان بعض الدول الغير متقدمه الاختبارات فيها صار فيها يعني فيها شوي تلاعب الى حد ما. طيب،
فرأوا أنه يعطونها الاتحادات المحلية بالكامل وتقليل دور الوكيل بشكل كبير، يعني لأن في أوروبا وصلت أتعاب الوكيل توصل إلى 20% في المتوسط. طيب اليوم أنا إذا أبغى أصير وسيط نفس إجراءات الوكيل؟ لا، الآن اليوم صدرت مسودة حقت الاتحاد السعودي لكرة القدم. إيه؟ أنا ما بعد أطلعت عليها بشكل مفصل، لكنها من أبرز الشروط اللي فيها الشهادة الجامعية، الخبرة الرياضية 5 سنوات في المجال، شهادة حسن سيرة وسلوك من الشرطة أو البحث الجنائي حسب ما هو مكتوب في النظام نقلا عن النظام، ما أدري وش الجهة صراحة اللي هم يقصدونها. أبرز 3 شروط يمكن موجودة، وما وضعوا هل في اختبار في مقابلة شخصية، ما وضعوا، ما حطوا شيء، فماني عارف شو اللي بيصير بعدها. طيب هذا يعني في أي حماية للاعبين من أي ابتزاز أو للوكلاء من أي ابتزاز من بعض اللاعبين، ولا نفس الإجراءات بس غير المسمى؟ هي ما هي الحماية أكثر، هي تقريبا دور الوسيط الآن يمكن صار أقل حماية له من السابق. السابق لأنه هو يتبع الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المحلي، لكن الآن بالكامل في يد الاتحاد المحلي إصدار عقوبات، وإصدار شفنا بعض الاتحادات المحلية تصدر عقوبات يعني بشكل مزاجي لحد ما، فالحماية راح تكون أقل بكثير من أول. طيب عندك شيء تحب تضيفه أستاذ تركي؟ أنا بتكلم مثلا عن نظام الاحتراف، لأن الاحتراف عندنا خالف الاتحاد الدولي، ما هو فقط يعني أنظمة ولا أنظمة رئيسية في الاتحاد الدولي. أي هي 3 نقاط إذا بتسمح لي أو عندك وقت إني أسمعك قول لي. طيب في النقطة الأولى، هم وضعوا استخدموا بدل التدريب اللي هو مفترض أنه يكون مقابل تدريب اللاعبين الصغار السن. طيب. حتى 23 استخدموه كبدل انتقال، وهذا مخالفة شنيعة للاتحاد الدولي، وكانت تسمى في السابق، كانت موجودة في السابق إلى أن صدر قانون اسمه قانون بوسمان الاتحاد الدولي، ألغاها بالكامل لأن اعتبروها استعباد للاعب، أن اللاعب انتهى عقده ينتقل حر إلى نادي آخر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنهم وضعوا حد أعلى للرواتب، طبعا هنا مخالفة محلية ودولية، المحلية أن النظام السعودي العمل ما في سقف للرواتب. المخالفة الثانية أنهم أتكلم عن النقطة الثانية الآن، فيها مخالفتين. المخالفة الثانية أن صار فيه عنصرية حسب الجنسية، السعودي له سقف، الأجنبي ما له سقف. هذا واقع موجود اليوم؟ موجود اليوم، نعم. السعودي 1,400,000 الراتب السنوي، الأجنبي مفتوح. لحظة تركي، الحين السعودي اللي احنا نعرف انه يدفع ياخذ 2,400,000 سنوي، هذا الحد الأقصى الآن. هذا الحد الأقصى. طيب أنا أبغى أسأل هنا سؤال، لو لاعب سعودي خلينا نقول عبد الوهاب الوهيب، نعم، طلبه نادي العين الإماراتي، نعم، وقال يبي يعطيه 10 مليون بالسنة، ياخذ 10 مليون ولا ما ياخذ؟ 10 مليون اللي ياخذها خارجيا ياخذها. طيب لو جانا لاعب العكس، العكس صحيح. طيب واللاعب راح الدوري الاماراتي وقعد 4 سنين هناك، حلو، نعم، وبجيبه انا بجيب عبد الوهاب من العين وانا في السعوديه، اجيبه بالمليونين و400 ولا اجيبه بالتسعيره الامارات؟ لا، على الورق 1,400,000، العقد اللي يرفع اللاعب السعودي 1,400,000 ما يخالف. طبعا لحظه شوي، الحين انا نادي اماراتي اخذ عبد الوهاب الوهيب 10 مليون، ولما يجي نادي سعودي بياخذ عبد الوهاب الوهيب اللي هو لاعب سعودي، تجبرني ما بيع عليهم الا 2,400,000؟ هذا نظام كذا؟ لا عفوا، بدل انتقال غير الراتب، النادي الاماراتي له بدل انتقال، هو حر في تحديده، انا اتكلم عن راتب اللاعب، الراتب اللي بياخذ اللاعب، ما اتكلم عن يجيب لاعب اماراتي. اي طيب اللاعب السعودي قال انا ما ابغى، يبغى يرجع للدوري المحلي، يجبر انه هذا سقف 400، حتى لو النادي الاماراتي موافق والنادي السعودي موافق وكل شيء موافق، نعم، وجاي من برا، صحيح، ما له 1,400,000 هو الحد الاعلى وما يقدر يسجل. يعني لو جبت لاعب اماراتي بجيبه بسعر اعلى، واللاعب الاماراتي تجيبه بسعر اعلى. صحيح، اللاعب الاماراتي تقدر تعطيه 10 مليون.
وهذا يتوافق مع النظام الدولي يعني من أنا أعرف أنه في بنود اختيارية وفي بنود ملزمة في أي نظام ولا لا؟ صحيح. طيب هذه من البنود الاختيارية ولا من البنود الملزمة؟ لا من البنود الملزمة، حرية انتقال اللاعب، وكان اللي بداها لاعب اسمه بوسمان، حتى سمي القانون باسمه، سمي بوسمان لو. طيب الموضوع الثالث. الموضوع الثالث الآن عندنا سواء محليا أن أي أحد يوصل عمره 18 سنة يستطيع توقيع عقد عمل، وكان موجود في نظام الاحتراف السابق. طيب. وحتى الاتحاد الدولي 18 سنة. الآن تلاعبوا بعدد الشهور. قالوا كيف؟ عندما يكمل 18 سنة أي يكمل 228 شهر. طيب وش المشكلة؟ 228 شهر 19 سنة. يعني غلطانين في الحسبة يعني. مو غلطانين، لا مقصودة، بس ما يقدر يكتب 19 عشان الاتحاد الدولي. فقالوا تلاعبوا بعدد الشهور. يعني الحين في اللائحة مو كاتبين 18 سنة، كاتبين حينما يكمل 219. حينما يكمل 228 شهر كاتبين. 228 شهر. طب في كل البنود الثانية مكتوبة بالسنوات ولا بالشهور؟ بالسنوات الباقي. بس هذا اللي وقفوا عليه قالوا 228 شهر. العقد الجديد يبغون يأخرون عقد اللاعب إلى 19 سنة. ما يخالف. ما يبغى اللاعب يوقع. ما يخالف. أنا أسأل في المواد الثانية في اللائحة يا تركي. أي نعم. مثلا لما يقولون عقد لمدة عام أو عامين، لما يمرون على مثل هالمواضيع اللي فيها سنة وسنتين وثلاث سنوات، نعم، يذكرونها 24 شهر 36 شهر ولا يذكرونها ثلاث سنوات سنتين؟ لا بالسنوات يذكرونها، حتى بدل التدريب مذكر بالسنوات، يعني يذكرونها بالسنوات. بس في هذه النقطة قالوا 228 شهر. أي نعم. لأنهم لو كتبوا 19 الاتحاد الدولي ممكن يقول لهم يسوي لهم مشكلة. ما يقدرون لأنه مخالف نظام العمل السعودي ومخالف الاتحاد الدولي. متى هالكلام؟ لازم العمر يتجاوز 18 سنة. هذا لائحة الاحتراف اللي اعتمدت. متى اعتمدت؟ تقريبا قبل لازم 18 شهرين أو شيء. طب وليش ساكتين أنتم ما تكلمتوا؟ أنا طبعا هو اعتمد، لا عفوا مو شهرين، أكثر من قبل شهر 9 الماضي. طيب. أنا رفعت في شهر 11 للاتحاد الدولي. إيه. شهر 11/2014. إيه. طلبوا بعض المستندات الإضافية من اللائحة. زودناها في زودتهم فيها في شهر يناير. 2015 شهر واحد. اي المستندات اللي زودتهم فيها طلبوا ترجمة معتمدة لها لأن كانت بعضها بالعربي. اي فترجمناها، وطبعا أنا معي زميلي مساعد المرشد، أنا وياه اللي كنا رافعينها، ترجمناها وترجمة معتمدة وأرسلناها في 29/3/2015 وبنتظر قرار الفيفا. ممكن. طب ممكن يكون فيها قرار. طب ليش بقية كلام اللاعبين ما تكلموا؟ والله كل واحد حريته، يعني بعض الوكلاء مثلا ناوي يترك المجال، في بعض الوكلاء قد يكون مستفيد صداقات ما يبغى يخسرها. لا اللائحه معلش انا اقصد اللائحه الجديده، ليش ما تكلمتوا في وقتها؟ تكلمنا في ورشه العمل. اوكي. ووضحنا انها مخالفه. وش كان الرد؟ احنا اخذنا موافقه من الاتحاد الدولي. طيب يمكن عندهم موافقه من الاتحاد الدولي. أنا اللي متأكد منه من 1 يناير 2014 لم تصدر أي موافقة للفيفا لأي نظام سعودي. أوف. طيب عندك شيء تحب تضيفه أستاذ تركي؟ الله يعطيك العافية، شكرا لك. شكرا جزيلا. تعليق سريع عبد الوهاب. والله شوف، أنظمة الاتحاد الدولي دائما تحمي اللاعبين الصغار على أساس ما تدخل في مسألة المتاجرة بالإنسان بشكل عام. لاعبين أقل من 18 سنة لا يحق لهم شراء عقود أو بيع عقود. لا بس في حاجات مثلا زي ما يقول لك 228 شهر. هم محددة 228 شهر. كم يطلع عمر اللاعب؟ تجاوز 18 سنة يحق له توقيع عقد لاعب محترف. احنا نعرف انه صار فيه إشكالية كبيرة على أندية شهيرة ونجوم مشاهير في مسألة توقيع مع لاعبين صغار في السن. يعني الان ريال مدريد مثلا على المستوى العالمي موقوف عن تعاقدات برشلونه قصدي. لا برشلونه موضوع مختلف. ريال مدريد في خطر، مو موقوف، يعني يبت خلال الشهر هذا في مساله قدرته على التوقيع مع لاعبين جدد لانه خالف ووقع مع لاعبين عمرهم صغير في السن، وهو ما يخالف انظمه الاتحاد الدولي. موضوع برشلونه في مساله الايرادات والمصروفات،
وهذا استغرب عدم تطبيقه في الدوري السعودي ومع الانديه السعوديه. خلينا ناخذ معنا على الهاتف الاستاذ ديب الدحيم وكيل اعمال اللاعبين. تفضل ديب، مساء الخير. مساء الخير ابو جود، مساء الخير على الاخوه الزملاء الموجودين. هلا وسهلا ديب، حطنا في الصوره، يعني ايش وجهه نظرك في مساله وكيل ووسيط والاشياء اللي قالها قبل شوي تركي فيما يخص النظام المحلي للاحتراف ومدى توافقه مع النظام الدولي؟ شوف اخوي موجود، يعني انا ما ابغى ازيد عن كلام اخوي تركي يعني عن اللي قاله. انا اعتقد انه ما في هذاك الفرق ما بين الوسيط والوكيل، تقريبا مقاربه لبعض، يعني انه اوكي مثلا انه في اشياء معينه سقطت من الوكيل، الحمايه مثلا، مساله التامين اللي مثلا على الوكيل اللي كانت سابق يعني تكون الان ما فيها مساله تامين، اضافه الى النسبه انه راح تكون اقل. ولكن في نقطه اللي قالها الاخ تركي اللي هي طبعا في مساله الاحتراف اتكلم، اللي مثلا في عمليه انه السقف الاعلى للاعب السعودي اللي هو 2,400,000، يعني انا بوضح مثلا انه في نقطه اللي انت ذكرتوها انه نادي اماراتي ولاعب سعودي، يعني على سبيل المثال مثلا انت كنت تركي مثلا في نادي سين في السعوديه وجاك عرض من نادي اخر في السعوديه مثلا، وناديك قدم لك عرض قبل دخول الفتره، الناديك الاصلي قدم لك الحد الاعلى اللي هو 2,400,000 مثلا على مده 5 سنوات، تتكلم عن 12 مليون على 5 سنوات، وبتنتقل الى نادي صاد داخل المملكه، من الطبيعي انه يكون نفس المبلغ 12 مليون، لكن نادي صاد راح يدفع لنادي سين اللي هو 12 مليون اللي هي نفس العرض اللي قدم لك، يعني راح تكلف على النادي 24 مليون. اللي هو لك ولناديك، ولكن لما يجيك عرض من نادي اخر من خارج المملكه ب 10 مليون او 5 مليون ايا كان الرقم، ناديك السعودي ما ياخذ ريال واحد. لانه انت وقعت مع نادي خارج تحكمه اللي هو لائحه الاتحاد الدولي وليس لائحه الاتحاد المحلي. وهذه فيها ظلم يعني للانديه السعوديه، وفيها ظلم حتى للاعب في عمليه انه تحديد سقف بهالطريقه. اضف لذلك في نقطه معينه وما ذكرها الاخ ابو نايف، اللي هي الان انه صدور من الموسم القادم انه اللاعب المحترف لا يحترف الا اذا كان يملك الشهاده الثانويه. اقل من الشهاده الثانويه لا ما يستطيع ان يحترف. وانا ما اعرف هل احنا نحتاج لعيبه كره قدم ام نحتاج الى شخص يصنع قنبله ذريه. طيب التعليم مهم ديب، يعني شو المشكله؟ ممتاز بوجود التعليم مهم ما فيها اشكاليه، ولكن الان اخوي تركي مثلا عمر السومة على سبيل المثال. لو كان مثلا الان هو مهاجم مميز الان والابرز في الدوري، لو افترضنا مثلا انه عمر السومة مع شهاده المتوسط. طيب. هل هذا اللاعب ما تقبله محترف؟ هل هذا اللاعب ما يلعب مع منتخب بلاده؟ احنا شفنا الان في دول جنبنا مثلا انه تجنس تفوقت عليها الان فنيا على انديتنا وعلى منتخباتنا. احنا نبغى نطور في عمليه انديتنا، يعني حتى انه اضف الى ذلك انه يعني انه الدوله بشكل عام انها تسعى في عمليه انه التوظيف وتسعى في عمليه حل مشاكل البطاله، واحنا بنظامنا الجديد حق الاحتراف نزيد هذا الامر، يعني نكون احنا كنا نسير بخط معاكس في هذا الامر. انا ماني عارف انه في ما احنا محتاجين مثلا نواب، احنا نحتاج لعيبه كره قدم، نحتاج واحد حريف كوره يلعب كوره، هذا اللي انا محتاجه. ماني محتاج شخص انه يكون معاه شهاده جامعيه تخصص فلاني او شيء. التعليم تركي نعرف انه لكل شخص مقدوره وقدرته التعليميه، يعني تحصيل علمي معين، انت تفرق عني في اشياء، انا افرق عنك في حاجات معينه، ممكن انا اكمل دراستي انت ما تقدر تكمل دراستك، هي كلها قدرات من رب العالمين. ولكن موهبه كره القدم، وكره القدم هي لعبه احنا نعرفها مسماها اللعبه الشعبيه لعبه الفقراء، وانه فعلا انه في اشخاص هم رزقهم على الله ثم على هالكوره، فانه قد يكون الشرط هذا انه يشكل عائق امام البعض، ونعرف انه نسبه كبيره يعني ما نملكون شهادات في هذا الامر. طيب. اضف الى ذلك اخوي تركي، انا بس بالنسبه لعمليه الوسيط، عمليه الوسيط انه حسب اللي سمعنا، يعني لعل لسه ما احنا عارفين انه يكون مثلا جامعي، يكون لغه انجليزيه، يكون خبره في المجال الرياضي، يكون في مقر، هذه امور ما هي ذيك العوائق اللي راح تكون تشكل بشكل هاجس كبير، ولكن انه في عمليه انه مطالبه الحقوق، تأمين على الوكيل، هذه من الأشياء اللي كانت موجودة في السابق الآن مش موجودة، نتكلم إلى الآن يعني ففي أشياء كثيرة مغيرة احنا لسه ما نعرف عنها.
لم ترسل لنا اشياء في هذا الامر. طيب استاذ ذيب الدحيم وكيل اعمال اللاعبين، شكرا جزيلا لك. هنروح الفاصل، بعد الفاصل نواصل.